السلام عليكم ورحمة الله طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. في الفيديو ده هنتكلم عن وحدة جديدة، والدرس الأول في الوحدة الثانية. الوحدة الثانية عندنا بعنوان الأنشطة الاقتصادية في مصر. يعني إيه نشاط اقتصادي؟ النشاط الاقتصادي مقصود بيه العمل أو الحرفة اللي بيمارسها الإنسان. طب هو هيمارس العمل أو الحرفة ده بناء على إيه؟ على استثمار الموارد المتاحة لسد احتياجاته. إحنا في الوحدة الأولى كنا بنتكلم على الموارد الطبيعية والموارد البشرية. طيب الإنسان لو استغل الموارد دي، الناتج بتاعهم هيطلع نشاط اقتصادي. يعني كمثال، لما يبقى عندي تربة خصبة، طبعا التربة مورد طبيعي، ومياه عذبة برضو مورد طبيعي، ومناخ معتدل، هنا الإنسان هيقدر إن هو إيه؟ يزرع. طيب لما يزرع يبقى ده اسمه نشاط اقتصادي قام بيه الإنسان، اللي هو النشاط الزراعي. كذلك لما يتوفر عندي مادة خام زي المعادن ومصادر الطاقة، الإنسان يقدر يستغلهم علشان يحول المعادن دي إلى منتجات لإشباع احتياجاته. يبقى النشاط الاقتصادي هو مدى استثمار الإنسان للموارد المتاحة لسد احتياجاته. الدرس الأول عندنا هنتكلم فيه عن أنشطة اقتصادية هي أنشطة أساسية بالنسبة لأي مجتمع، زي مثلا، أو الدرس الأول عندنا هنا بعنوان الإنتاج الزراعي والسمكي والرعوي. يبقى هنا في 3 أنشطة، هم إنتاج زراعي وسمكي ورعوي. تعال نتكلم في الأول على الإنتاج الزراعي. الزراعة هي زراعة الأرض وإنتاج المحاصيل من خلال عدة طرق، زي بذر الحبوب، الري، تنقية الحشائش، الحصاد. يبقى الزراعة أنا بزرع محاصيل. مساحة الأرض الزراعية في مصر حوالي 8.5 مليون فدان، ودي بتمثل 4% تقريبا من مساحة مصر. مساحة مصر الكلية حوالي 1 مليون كيلو متر مربع، 4% منها اللي هي 8.5 مليون فدان دي أرض زراعية، اللي هي طبعا بتكون متمثلة في الوادي والدلتا. تمام؟ طيب ايه هي أهمية الزراعة بالنسبة لنا في مصر؟ طبعا الزراعة بالنسبة لنا مهمة جدا. طب ايه هي أهميتها؟ يعمل بها 28% من إجمالي قوة العمل. معنى كده ان هي بتوفر فرص عمل للشباب. يعني لو قلنا اكتب كلمة صح او خطأ، توفر الزراعة فرص عمل للشباب، يبقى صح. هي بتوفر فرص عمل. كمان تساهم بنحو 20% من جملة الصادرات السلعية. تساهم ب20% من جملة الصادرات السلعية. يعني ايه صادرات سلعية؟ يعني المنتجات اللي احنا بنصدرها للدول الاخرى، عندنا فيها فائض وبنصدرها. طيب 20% من المنتجات دي هي منتجات زراعية، زي مثلا البرتقال والبطاطس والقطن الخام والقرص، وهم كده بترتيبهم. يعني ايه بترتيبهم؟ يعني المركز الاول من الصادرات السلعية الزراعية هو البرتقال، المركز الثاني من الصادرات السلعية الزراعية البطاطس، المركز الثالث القطن الخام، والرابع هو الأرز. هنا ممكن السؤال يجي لي في شكل اكتب صواب او خطأ، البطاطس تحتل المركز الاول من الصادرات، من جملة الصادرات السلعية في مصر. طبعا هتبقى خطأ، هي بتحتل المركز الثاني، أو ممكن نقول أن البرتقال يحتل المركز الأول. طب ممكن تجيلي في شكل اختياري، يحتل نقط المركز الثالث من جملة الصادرات السلعية، وبين القوسين يجيب لي البرتقال، البطاطس، القطن الخام، الأرز. المركز الثالث هو الإيه؟ القطن الخام. يبقى أهمية الزراعة توفر فرص عمل، حيث يعمل بها 28% من إجمالي قوة العمل، وتساهم ب20% من جملة الصادرات السلعية.
أهداف التنمية الزراعية. طبعا الدولة بتسعى إلى التنمية الزراعية. يعني إيه تنمية زراعية؟ يعني زيادة الإنتاج. كلمة تنمية جاية من نمو، يعني زيادة. طيب الدولة بتهدف إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية، عايزة تزود مساحة الأرض الزراعية. مش بس كده، وزيادة إنتاج الفدان، أن الأرض الموجودة بالفعل يزيد إنتاجها، وتحسين مستوى معيشة الفلاح. يبقى أهداف التنمية الزراعية 3 حاجات: زيادة مساحة الأرض الزراعية، وزيادة إنتاج الفدان، وتحسين مستوى معيشة الفلاح. التنمية الزراعية زي ما قلنا هي زيادة الإنتاج الزراعي. هنزوده إزاي؟ عن طريق حاجتين أو طريقتين، يا إما التوسع الأفقي يا إما التوسع الرأسي. يبقى التنمية الزراعية هي زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع الأفقي والتوسع الرأسي. التوسع الأفقي هنا مقصود بإيه؟ مقصود بيه زيادة مساحة الأرض الزراعية، إن أنا أستصلح أراضي جديدة عشان أزود مساحة الأرض الزراعية وبالتالي يزيد الإنتاج. أما التوسع الرأسي فالمقصود بيه هنا زيادة إنتاجية الفدان، إن الأرض الموجودة عندي بالفعل أزود إنتاجها باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة. يبقى باستخدام الوسائل والطرق التكنولوجية. عندي نماذج لبعض المشروعات التنمية الزراعية. عندنا في مصر 4 نماذج مهمين جدا، ودول اللي احنا هنتكلم عنهم. نماذج من مشاريع التنمية الزراعية، سواء بقى توسع أفقي أو رأسي. أول مشروع منهم هو مشروع توشكا. بص على الخريطة الموجودة دي، مشروع توشكا موجود في الصحراء الغربية في الجنوب، قريبة من بحيرة ناصر. مشروع توشكا هو عبارة عن قناة يتم تزويدها بالمياه من بحيرة ناصر لري مساحة واسعة جنوب منخفض الخرجة بمحافظة الوادي الجديد. تاني، مشروع توشكا مشروع زراعي أو مشروع تنمية زراعية، هي قناة يتم تزويدها بالمياه من بحيرة ناصر. يعني هوصل المية من بحيرة ناصر إلى جنوب منخفض الخرجة اللي سميناه مشروع توشكا بمحافظة الوادي الجديد، علشان نقدر نزرعها. ما عشان ازرع محتاج مية وتربة خصبة، هوفر دول منين؟ من بحيرة ناصر. هزرعها بنباتات طبية ونباتات الزينة. طبعا علشان الجو او المناخ مع وفرة المياه او التربة هما هيتناسبوا مع هذه النباتات. المشروع التاني عندنا هو مشروع ترعة السلام. زي ما شايفين في الخريطة، ترعة السلام هنلاقي في شمال مصر بتوصل، هي عبارة عن ترعة هتوصل المياه من نهر النيل تحديدا من فرع دمياط إلى شمال سيناء. طب ليه؟ إيه الهدف من توصيل المياه هناك؟ لاستصلاح الأراضي الصحراوية بها و زراعتها. انا هوصل مية عذبة من نهر النيل لشمال سيناء اللي هي اراضي صحراوية علشان ازرعها. تمام، يبقى الهدف من المشروع ترعة السلام هو استصلاح مساحة جديدة، يعني زيادة مساحة الارض. هنا هلاقي ان مشروع توشكا ومشروع ترعة السلام عبارة عن مشاريع تنمية زراعية عن طريق التوسع الافقي. المشروع الثالث من مشاريع التنمية هو مشروع شرق العوينات. زي ما خدنا قبل كده في سنة رابعة ان عندنا في جنوب غرب مصر، في اقصى الجنوب الغربي، جبل اسمه جبل العوينات. في شرق الجبل ده او في شرق المنطقة دي في مشروع تنمية زراعية اسمه او سموه شرق العوينات. المشروع ده هيعتمد على المياه الجوفية. طبعا هو موجود في الصحراء الغربية، المسافة بينه وبين نهر النيل كبيرة جدا، مش هيقدروا يوصلوا ماء من هناك ليه. هيعتمدوا على المياه الجوفية. يبقى هو يهدف المشروع لاستصلاح 255 ألف فدان اعتمادا على المياه
الجوفية. هنزرعه أو المنطقة دي هتتزرع بالقمح، الشعير، الفاكهة، والنباتات الطبية. المشروع الرابع عندنا هو مشروع الفرافرة. ده موجود في واحة الفرافرة في الصحراء الغربية. المشروع ده بيعتمد أو بيهدف لاستصلاح 1.5 مليون فدان في واحة الفرافرة في الصحراء الغربية، برضه هيعتمد على المياه الجوفية. دي كلها مشاريع تنمية زراعية. تاني نشاط من الأنشطة الاقتصادية اللي هنتكلم عنها هو النشاط أو الإنتاج السمكي. نشاط الإنتاج الإيه؟ السمكي، اللي هو صيد الأسماك. طبعا بالنسبة لنا الأسماك مهمة في مصر. طب إيه هي أهمية الأسماك؟ بما تفسر للأسماك أهمية كبيرة في مصر لأنها مصدر أساسي للغذاء البروتيني. طب هنلاقي في مصر تتنوع مصايد الأسماك. مصر فيها مصايد أسماك متعددة. زي إيه مصايد الأسماك الموجودة؟ زي مثلا الاستزراع السمكي، ومصايد المياه المالحة، ومصايد المياه العذبة. يبقى أنا عندي 3 مصايد أهم: الاستزراع السمكي، مصايد المياه المالحة، ومصايد المياه العذبة. الاستزراع السمكي ده بيكون عن طريق حاجتين، يا إما مزارع سمكية، يا إما حقول الأرز. مزارع سمكية ده طبعا بتكون مساحات من المسطحات المائية، يعني بيحددوا مساحة كده من المسطح المائي سواء بحر أو بحيرة أو نهر، وبيحطوا فيها ذريعة الأسماك اللي هي السمك الصغير، بيحطوا له أعلاف، بيحطوا له أدوية أو أسمدة علشان يكبر بسرعة ويتكاثر. أما حقول الأرز، فالأرز محصول صيفي بيحتاج لكمية وفيرة من المياه، فبيملوا الأرض اللي مزروعة بالرز بالمية. طبعا المياه دي جاية من النهر أو من الترع، فيها أسماك بيتغذى على بذور الأرز أو حبوب الأرز دي، وبيكبر السمك ويكتر. ده بالنسبة للاستزراع السمكي اللي هو مزارع سمكية أو حقول الأرز. أما مصايد المياه المالحة، فدي هتكون عبارة عن، افتكر بقى مع بعض، المياه المالحة، يا إما بحار يا إما بحيرات مالحة. البحار عندي في مصر بحرين: البحر الأحمر والبحر المتوسط. أما البحيرات، فأنا عندي بحيرات مالحة في مصر زي البحيرات الشمالية. إيه هي البحيرات الشمالية؟ بحيرة البردويل، ودي اللي بتقع في شمال شبه جزيرة سيناء، بحيرة المنزلة اللي هنلاقيها ما بين بورسعيد ودمياط، بحيرة البرولوس في شمال الدلتا، بحيرة إدكو، وبحيرة مريوط، بالإضافة طبعا لبحيرة قارون اللي هي موجودة في الفيوم. يبقى دي بحيرات مصر الشمالية اللي هي مصدر من مصادر صيد الأسماك. أما مصايد المياه العذبة، فنهر النيل وبحيرة ناصر. نهر النيل طبعا احنا عارفين ان هو بيمتد من الجنوب الى الشمال لأكثر من 1000 كيلو متر، تقريبا بيمر بمعظم محافظات مصر. أما بحيرة ناصر فهي البحيرة العذبة الوحيدة اللي موجودة في مصر، واللي اتكونت نتيجة لبناء السد العالي. طبعا بتكون غنية بالأسماك. ده بالنسبة لمصايد الأسماك. عندنا في مصر مصايد متنوعة أو متعددة. بالرغم من تعدد مصايد الأسماك في مصر، إلا إن الإنتاج السمكي قليل. طب إيه أسباب نقص الإنتاج السمكي؟ ليه بالرغم من تعدد مصايد الأسماك بنقول إن الإنتاج السمكي لا يكفي حاجة السكان؟ هنا بنقول بما تفسر الإنتاج السمكي لا يكفي حاجة السكان رغم من تعدد مصايد الأسماك. عندي عدة أسباب لنقص الإنتاج السمكي. أول حاجة تلوث مياه البحار والبحيرات. لما لوث المصدر
اللي انا هصطاد منه السمك، يبقى بالتالي السمك ده يا اما هيموت يا اما هيطلع ملوث مش هيزيد. يبقى تلوث مياه البحار والبحيرات هيؤدي لنقص الانتاج السمكي. من اكثر بحار العالم تلوثا هو البحر المتوسط. طب ليه؟ بسبب كثرة المدن التي تصرف مخلفاتها به والسفن العملاقة التي تلقي مخلفاتها فيه. يبقى البحر المتوسط هو أكثر بحار العالم تلوثا بسبب كثرة المدن اللي بتلقي مخلفاتها فيه والسفن العملاقة اللي بتلقي مخلفاتها فيه. كمان من أسباب نقص الإنتاج السمكي تجفيف مساحات كبيرة من البحيرات. ليه بيجففوا البحيرات؟ بيجففوها يعني بيردموها علشان يبنوا عليها، يبقى بسبب التوسع العمراني. من أكثر البحيرات اللي بتتعرض للردم والبناء عليها هي بحيرة المنزلة. كمان من أسباب نقص الإنتاج السمكي استخدام الوسائل البدائية في الصيد وعدم وجود أساطيل صيد متقدمة. بيعتمدوا على الوسائل البدائية زي الشباك وزي الصنارة. كمان من ضمن الأسباب هو قلة رؤوس الأموال. قلة رؤوس الأموال المخصصة للصيد، فما بيطوروش الوسائل البدائية بتاعتهم، وبالتالي بيقل الإنتاج السمكي. كمان صعوبة الصيد من البحر الأحمر، ده سبب من أسباب نقص الإنتاج السمكي، لأن البحر الأحمر مصدر مهم للأسماك بس ما بيعرفوش يصطادوا منه. طب ليه صعوبة الصيد منه؟ إيه السبب؟ بما تفسر يصعب الصيد من البحر الأحمر بسبب وجود الشعاب المرجانية اللي بتعوق طبعا حركة السفن. طب الدولة بتعمل إيه بقى علشان تنمي الثروة السمكية؟ إزاي نزود الإنتاج السمكي؟ من خلال زيادة إنتاج الأسماك من النيل والبحار والبحيرات والمزارع السمكية. نصطاد أكتر، نزود إنتاجنا من الأسماك. كمان تقليل واردات مصر من اللحوم والأسماك. تقليل واردات مصر من اللحوم والأسماك، ما نعتمدش على إننا نستورد لحوم أو أسماك من الخارج، لأ ده إحنا نعتمد أو نزود الإنتاج الأسماك في مصر ونعتمد عليه بشكل محلي. رفع مستوى معيشة الصيادين، اهتم بالصياد علشان يقدر ينتج لي أسماك أو إن هو يحب مهنته. المحافظة على المياه من التلوث. يبقى تنمية الثروة السمكية هتكون من خلال زيادة إنتاج الأسماك، تقليل واردات مصر من اللحوم والأسماك، رفع مستوى معيشة الصيادين، والمحافظة على المياه من التلوث. ثالث نشاط بقى هنتكلم عنه في درسنا النهاردة هو الإنتاج الرعوي، نشاط الرعي. طبعا الرعي دائما بيتم في مناطق الحشائش الغنية، لكن احنا في مصر بنفتقر لوجود مراعي طبيعية. المراعي الطبيعية في مصر نادرة ومنخفضة القيمة الاقتصادية. طيب المراعي الطبيعية دي طبعا هي بتكون الحشائش اللي بتنمو طبيعيا نتيجة لسقوط كميات كبيرة من الأمطار، لكن بما إننا عندنا في مصر الأمطار نادرة فهنلاقي إن وجود المراعي بتكون منخفضة القيمة الاقتصادية أو بنسميها مراعي فقيرة، يقتصر وجودها على الساحل الشمالي وشمال سيناء والواحات لوجود إيه؟ الأمطار الشتوية اللي بتكون قليلة، فبتنمو حشائش فقيرة أو قصيرة اللي بتربى عليها بعض الحيوانات زي الأغنام وزي الماعز. أما بقية الحيوانات في مصر هنلاقيها تربى في المزارع اعتمادا على البرسيم والذرة اللي هي محاصيل بقى مزروعة مش طبيعية أو مش مراعي، وتستخدم، ودي أهمية الثروة الحيوانية في مصر، تستخدم في أعمال الزراعة وإنتاج الألبان واللحوم. تستورد مصر اللحوم من الخارج لنقص الإنتاج،
احنا المراعي فقيرة، فانتاج الحيوانات بيكون قليل، علشان كده مصر بتستورد من الايه الخارج، يبقى نقص الانتاج بالاضافة طبعا لزيادة الاستهلاك، ان احنا بنعتمد على اللحوم والالبان كشكل اساسي او كمصدر اساسي للغذاء.